السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم من قلب الحدث. الجزء الثاني من الأفعال غير منتظمة، طبعا رجعنا الجزء الأول هون. أتمنى الكل أو الجميع يعرف هاي الأفعال، هنشوفها في فيديو إن شاء الله ينال إعجابكم. هاي مجموعات الأفعال غير منتظمة، سمعونا كلمة يا رب. هذا الجزء الثاني إن شاء الله حينزل على بطاقة التأسيس قريبا 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 على موقع ادرس جو. ربنا يوفقكم، واحنا من قلب الحدث، تستاهلوا هذا التعب. قولوا يا رب.